يعني هم الداينامكس بالضبط. انا بدي اعرف قديش بيطلع من الهارت كاردياك اوتبوت عشان يوصل بيرفيوجن اللي هو البلود اند نيوتريينتس اند اوكسجين للتيشو تاعت الجسم. اذا ما في عندنا انف كاردياك اوتبوت ما عندي انف بلود بريشر، فبالتالي شو راح يصير بالتيشو؟ راح يصير في عندها اسكيميا او هايبوكسيا، وبالتالي يصير فيها اورجان فيلير. عشان هيك ضروري جدا احنا نراقب الهيمودينامكس. هذا له انواع حسب شو الانديكيشن. ممكن يكون ارتيريال لاين او ارتيريال بريشر مونيتورينج او سي في بي سنترال فينوس بريشر مونيتورينج او بولمونري ارتري ويدج بريشر مونيتورينج. زي ما قلنا هذا شو بقيس لنا الانترا كاردياك انترا فاسكولار فوليوم اند بريشرز بالكاردياك فانكشن. Purposes بدي اشوف شو الدياجنوسيز ممكن تساعدنا في الدياجنوسيز اوف كارديوفاسكولار اوردر ديسوردرز، اشوف شو الثيرابي المناسبه عشان احسن من الكاردياك فانكشنينج، واشوف الريسبونس تاعت البيشنتس للثيرابي. متى نستخدم الهيمودايناميك مونيتورينج؟ اذا البيشنتس قلنا شو بكون في عنده insufficient delivery of oxygen to cells، وهذا بوين متى بكون؟ إذا كان الـ CO أو الـ cardiac output نفسه إذا كان insufficient، يا بكون هذا سببها مشاكل في الـ intravascular volume، فبالتالي هذا راح يأثر على مين؟ على الـ preload، أو في الـ vascular resistance إن الـ patients مثلا يصير في عنده vasodilation، فبالتالي هذا عنده مشكلة وين؟ في الـ afterload، زي مثلا بحالات الـ septic shock، أو إذا البيشنس عنده مشاكل في الكونتراكتيليتي، وبالتالي هذا راح يأثر على مين؟ على الستروك فوليوم. ممكن احنا نستخدم الهيمودايناميك مونيتورينج عشان أشوف أنا قديش في عندي بالانس ما بين السبلاي والديماند لمين؟ للأكسجين. وهذا من قيسه قديش كان في أكسجين في الأرتري وقديش صار في الفينز، فأنا بشوف قديش صار في عندي consumption للأكسجين. أمثلة على الكيسز اللي بنستخدم فيها hemodynamic monitoring: حالات الشوك، heart failure، septic shock. أي نوع من أنواع الشوكس لازم نستخدم فيها hemodynamic monitoring؟ بعض المرات الـ MI ممكن نستخدم فيها، multiple system organ failure أو dysfunction اختصروها MSOD، الـ ARDS، أو أي patients في حالة cardiac failure. هذا الأناتومي تاعت الهارت والجريد فيسلز بالإضافة للبرشر اللي بيكون موجود فيها في حالة السيستول وحالة الدياستول. إذا بتلاحظوا لما يصير في عندي open للvalve، مثلا هذا الvalve اللي هو التريكسبت، بيكون القيمة البرشر تاع الاتريوم مساوي لقيمة البرشر تاع الفنتريكل في حالة دياستولي بين قوسين لما يفتح الفالف، لانه بتساوي البرشر بروح البرير اللي ما بينهم، فبالتالي بصير في عندي ايكوالايزنج للبرشر. نفس الاشي هون الليفت اتريوم مع الدياستوليك تاع الليفت فنتريكل، تلاقي البرشر فيهم متساوي. طبعا السيستوليك تاع الرايت فينتريكل بيساوي السيستوليك تاع البولموناري ارتري، لانه اول ما يصير في عندي سيستولي مين راح يفتح؟ الفالف، فبالتالي راح يتساوي البريشر. بينما الدياستولي تاع البولموناري ارتري راح يكون اكثر لانه قطره اقل من الرايت فينتريكل، فبالتالي البريشر بده يكون فيه اكثر. نفس الشيء طبعا هذا بينطبق على الليفت ات الفينتريكل بالضبط. فتطلعوا للليفت فينتريكل مع الأورطة، لما يصير في كونتراكشن راح يفتح الأورتيك فالف، فبالتالي السيستوليك راح يصير مع نفس السيستوليك تاع الأورطة، بينما الدياستوليك تاع الأورطة طلعوا من 70 ل 90 أعلى بكثير من الليفت فينتريكل، لأنه البريفيرال فاسكولار ريزيستنس تنعكس على الأورطة.
شو يعني invasive pressure monitoring؟ احنا بندخل كاثيتر على الارتري او على الفين او حتى على الرايت اتريوم او على البولموناري ارتري حسب شو الانديكيشن، وانا من خلال الترانسديوسر الحساس السنسور بقيس البريشر الموجوده في هذاك المكان. السيستم زي ما قلنا بكون فلويد فيلد نون كومبلاينت بريشر تيوب، عباره عن تيوب بكون في اي في فلويد ومعطي انا هاي بريشر. هسه بنعرف انه البريشر تاع الفلويد بوصل ل 300 ملي متر اوف ميركوري، وهذا زي ما قلنا شو بكون في عندي ترانسديوسر. شو يعني ترانسديوسر؟ بعمل سنسنج للبريشر وبحولها من موجه ميكانيكال او فيزيكال لموجه الكتريكال عشان تنعكس على اللهم صل على محمد عشان تنعكس على المونيتور، فكونفرت فيسيولوجيك سيجنالز فروم ذا بيشنت تو ان الكتريكال وان. على المونيتور نفسه بكون في عندنا طبعا جوات الجهاز الامبليفاير عشان انا اكبر هاي الموجه، فكونفرت الالكتريكال سيجنال تو ا ويف فورم اند ديجيتال فاليوز اوف ذا سيستوليك اند دياستوليك اند مين بريشر. حكينا هذا كلياته راح يكون مشبوك على اي في فلويد، والبريشر تاع الاي في فلويد او الفلويد نفسه راح يكون هاي بريشر، هذا نسميه فلاش سوليوشن اندر بريشر، والبريشر قلنا ممكن يوصل 300 مليمتر اوف ميركوري. continuous flush device، وكمان راح يكون في عندنا stop cocks. الاصل ما يكون في عندك stop cocks كثير، يعني حاول ما يكونش عندك 2 أو 3 امطار، هو في الغالب بيكون في 2. اذا الايديال قلنا 2، الستوب كوك اللي بتكون قريب من الانسيرشن سايت هذا بستخدمها عشان اسحب بلود from the artery، والستوب كوك اللي بتكون قريب من الترانسديوسر هاي بستخدمها for zeroing. شان zeroing leveling، هذاك leveling بدي اعرف وين الترانسديوسر بدي احطه على اي مستوى. zeroing اصفر الاتموسفيريك بريشر، وراح نجيها كمان شوي. شفتوا كلياتكم الستوب كوكس في المستشفى؟ انواع، اذا بتلاقي في عندك ثلاث ذرعان 3 arms للستوب كوك، معناته المكان الوحيد اللي ما فيهوش arm هذا شو بكون؟ الاوف، من هون الاوف. العكس هون، طلعوا هاي الذراع الوحيده معناته الاوف من عندها. مثلا انا بدي اسكر الاشي اللي رايح لهون بلفها بهذا الاتجاه، بينما انا اذا بدي اسكر بهاي الجهه شو بخلي؟ بالضبط بلفها من هون. فاعرفوا الستوب كوكس اللي انتم بتتعامل معهم في القسم او في اليونت اللي بتداوموا فيه. هاي اللي بتكون 3 واي، في بعضهم تيجي 2 واي. هذا الانفيسيف بريشر مونيتورنج ان كان للارتيريال لاين او للسيفي لاين. شو في عندي؟ continuous flush system و under high pressure بكون الكف زي تاعت البلد بريشر، وهي طبعا اللي احنا اللي بننفخ فيها برفع البريشر. قديش لازم يكون البريشر فيها؟ 300 مليمتر اوف ميركوري. بكون في عندي طبعا الدريب والكلام، بكون في عندي الترانسديوسر، هذا الترانسديوسر اللي بحول الموجات تاعت او قيمه الفسيولوجيك بريشر بحولها ل electrical and physiologic waves على المونيتور. وهاي ال 3 way stop cook اللي بتكون قريبة بالترانسديوسر شو نستخدمها؟ for zeroing and leveling. شو يعني leveling؟ هاي الترانسديوسر لازم يكون على مستوى right atrium. zeroing تصفيرة قيمة الاتموسفيريك بريشر. المكان اللي بيكون عليه الرايت اتريوم شو مسميها؟ فليبوستاتيك اكسس او فليبوستاتيك بوينت، رح نجيهم بالتفصيل كمان شوي. فكيف تمشي الامور؟ البيشنتس بكون حاطين فيه كاثيتر، هاي الكاثيتر مثلا ارتيريال لاين، تمشي الموجات بحس فيها الترانسديوسر،
الترانسديوسر بحولها من فيسيولوجيك ويفز ل الكتريكال ويفز، بعدين للامبليفاير الموجود في المونيتور بحولها لويفز ولقراءات رقميه، وطبعا نقدر احنا نسجلها وناخذها. بالنسبة للفلاشينج سيستم قلنا هذا لازم ترانسديوسر يكون مشبوك على فلاشينج كونتينيوس فلاشينج سيستم، وبيعطي من 3-5 ملي بير اور عشان نمنع انه يصير فيه تسكرات او تجلطات في الكاثد. في الغالب الاي في سوليوشن اللي بنستخدمه يا نورمالسالين او ديكستروز ووتر، ولازم او ممكن يكون هيبرونايزد. شو يعني هيبرونايزد؟ هبرن. شو يعني هبرن؟ احنا كنا مثلا بنسحب عينه اي بي جيز وما في عندي السرنج بتاعت الاي بي جيز، كيف نهبرن؟ بسحب وبفضل، بسحب وبفضل، هيك احنا سميناها هبرن. قلنا الباج اوف سوليوشن لازم يكون موجود في بريشر انفيوجن باج، قديش لازم يكون؟ 300 مليمتر اوف ميركوري، هذا عشان يضل في عندي بريشر كونتينوس بريشر وفلاش سيستم. شو وظيفة الفلاش سيستم؟ بمنع الباك فلو اوف بلود يطلع في الكاثيتر، وبالتالي بخليه انه شغال ما يصير في عندي كلوت ويصير في عندي اكوريت ترانسميشن اوف بريشر ويفز. السيستم از فلاشد مانيوالي. بعض المرات احنا ممكن نشوف اذا في بلود رجع اعمل فلاش مانيوالي، انه بفتح الستوب كوك بجهه الفلاش فبمشي بشكل سريع. في عندي امبليفاير موجود، قلنا موجود في المونيتور عشان اضخم الموجة الويفز واحولها من الكتريكال سيجنال لويفز ولارقام، والمونيتور بيعرض لنا هاي القراءات على كشكل ويفز اند نمبرز. هذا مثال على ترانسديوسر. في حدا استلم مريض في عنده سي في لاين او ارتيريال لاين؟ عندكم اسايمنت، واحد من الاشياء اللي ممكن تستخدموها هيمودينامكس مونيتورينج. في اي سؤال لحد الان؟ كلياته مش حفظ، خلص ما اول مره بتحفظيها بتاش حفظ. قلنا لازم البريشر تاعنا يكون شغال صح عشان يكون في عندي انتربريتيشن اوف بريشر ويفز، ولازم اظن اشيك على السيستم ما يكون في عنده ليكج، ما يكون في تسكير، اشيك على البيتنسي عشان اتاكد انه القراءه اللي بتطلع لي تكون صحيحه. اسباب الاغلاط اللي بتصير في قراءات الهيمودينامكس ممكن تكون ميكانيكال بروبلمز بسبب اير بابلز او كلوت او بلوت موجوده، او اني احط ستوب كوكس كثيره، فالافضل قلنا تو ستوب كوكس بس، او يكون في عندي لوز كونكشنز، في عندي ليكج كراكس او ليكس. شو يعني كراكس؟ زي تشققات مثلا. الاي في سيت اللي بنستخدمها بتكون في الغالب نون كومبلاينت او ريجيد، اذا بنستخدم سوفت كومبلاينت هذا ممكن ياثر على البريشر، يخلي البريشر لو بشكل خاطئ، او اذا بنستخدم لينثي بريشر تيوبينج، يعني بنستخدم التيوبينج المخصص فقط للمونيتورينج سيستم، او في حالات اذا بتكون البريشر تاعت الفلاشينج سيستم باج اقل من 300 ملم اوف ميركوري. عشان اتاكد من البريشر مونيتورينج لازم اعمل هاي الثلاث اشياء. اول واحد سكوير ويف تيست، ثاني اشي ليفلينج، وثالث اشي زيروينج. قبل ما اخذ قراءه لازم اتاكد من الثلاث اشياء هذول، سكوير ويف تيست، ليفلينج، اند زيروينج. سكوير ويف تيست عشان اتاكد انه السيستم اللي انا بستخدمه بقيس التغيرات اللي بتصير في البريشر تاع البيشنت بشكل دايناميك، دايناميك ريسبونس اوف ذا سيستم. ليفلينج انه الترانسديوسر موجود على الفيبوستاتيك اكسس. شو هي الفيبوستاتيك اكسس؟ الليفل تاع مين؟ الرايت اتريوم. الزيروينج اني اصفر السيستم بالنسبه للاتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي هذا عباره عن ضغط، فاذا انا ما صفرت راح يعطيني قراءه اعلى من الحقيقيه، فعشان هيك انا لازم اصفر قيمه الضغط الجوي.
هسه بالنسبه اول شيء سكوير ويف تيست شو اللي بعمله؟ بفتح الستوب كوك تاعت الفلاشينج ديفايس فاست فلاش ديفايس فور 1 اور 2 سكند على المونيتور راح يطلع عندي موجات. هسه راح نعرف كيف الموجات بنسميها سكوير ويف. راح يطلع عندك 3 سيناريوز، واحد من 3 سيناريوز اللي راح تصير. اذا كان السيستم شغال صح بنسميه اوبتيمالي دامبت سيستم، هذا انه السيستم شو ماله شغال صح. بتكون الويفز تاعت مثلا الارتيريال لاين زي هاي، هاي بنسميها اوبزيرفد ويفز. شو يعني اوبزيرفد ويف؟ الويف تاعت البيشنت بنسميها اوبزيرفد ويف فورم، تكون هيك شكلها. لما انا افتح الفلاش ديفايس او الستوب كوك راح يصير في عندي شارب فيرتيكال اب ستروك. مين عنده سلايدات القديمه؟ في غلط في هذه السلايد، على السلايدات القديمه، فاللي عنده كانوا حاطين السهم على هاي، غلط. شارب فيرتيكال اب ستروك هيها، بعدين بصير في عندي هوريزونتال لاين، بعدين بصير في عندي ستريت فيرتيكال داون ستروك. هذا نسميه سكوير، زي شكل مربع تقريبا السكوير. مش هون المهم، هسا كل 3 سيناريوز راح تطلع عندي هاي السكوير. اللي بعدها اللي بيتبعها اذا كان السيستم شغال راح يطلع في عندي من 1.5 ل 2 اوسيليشنز. شو يعني اوسيليشنز؟ تذبذبات زي موجات. فهاي في عندي انا اول موجه، بعدين انا عندي النص الموجه الثانيه 1.5. اذا طلع عندي من 1.5 ل 2 اوسيليشنز بعتبر السيستم شغال صح، وشو بسميه اوبتيمالي دامبت سيستم. هذا اول سيناريو واللي احنا كلياتنا نتمناه ان يكون السيستم شغال صح. اوفر دامبت سيستم، لما افتح الفلاش ديفايس راح يصير في عندي شارب اب ستروك، وبعدين الهوريزونتال لاين والداون ووردز ستروك، بس ما راح يطلع عندك الاوسيليشن اقل من 1.5. شو يعني اوفر دامبت؟ مبلل كثير. تخيل واحد شعره طويل او بنت شعره طويل ومبلل شعرها، شو بكون؟ نازل. فنفس الاشي الويفز ما بتكون ظاهره، فالويفز بتكون اقل من 1.5 اوسيليشنز. اسبابها ممكن يكون في عندي سيستم ليكس بلاد كلوتس او لارج اير بابلز بالتيوب. هذا اذا انا ما تاكدت من هاي المشكله راح يطلع عندك على السيستم انه البيشنت عنده لو بريشر، لكن هذا القراءه شو بتكون؟ غلط. يعني لو بريشر فولس لو بريشر بتكون. عشان هيك احنا بدنا نعرف وين المشكله، هل في ليكس، هل في كلوتس، هل في بابلز، نتخلص منهم بعدين نرد نعمل هذا السكوير ويف تيست. هذا شو اسمه السيناريو؟ اوفر دامب سيستم. اخر سيناريو الاندر دامب سيستم، لما اعمل سكوير ويف تيست شو بيطلع عندي؟ اوسيليشنز كثيره، من 2 ل 3 اوسيليشنز. هذا ممكن يكون يا انه ريجيد التيوب، او بيكون فيري تول فيري لينثي، او ممكن يكون في عندي سمول اير بابلز بالسيستم. وهذا لما صلحناها راح يعطيني قراءه هاي بريشر، لكن هاي القراءه شو مالها؟ فولسلي هاي بريشر، يعني لا تعكس القراءه الحقيقيه تاعت البيشنت. قراءه البيشنت الواقعي بتكون اقل من القراءه اللي ظاهره عندك على السيستم. هاي بالنسبه للسكوير ويف تيست. بضل عندنا شغلتين، الليفلينج اند زيروينج. متى بنعمله؟ بعد السكوير ويف تيست. يعني اول شيء بتعمل سكوير ويف تيست، بعدين بتعمل ليفلينج اند زيروينج. فاول شيء بدنا نعرف الليفل اللي هو الفليبوستاتيك اكسس، وبعدين لازم نصفر البريشر تاع الاتموسفير. مين اللي بنستخدمها؟ اي ستوب كوك قلنا؟ فور زيروينج اند ليفلينج. الستوب كوك اللي قريبه من الترانسديوسر هي اللي تستخدم فور ليفلينج اند زيروينج. ليفلينج زي ما حكينا ورد نكرر انه احنا بنستخدم الترانسديوسر على مستوى، او بنحط الترانسديوسر على مستوى مين؟ البيشنتس اتريا. نستخدم الستوب كوك نيرست تو ذا ترانسديوسر عشان نحط البيشنتس على، او الترانسديوسر على الرايت اتريوم تاع
البيشنت. اول شيء بالنسبه لما نيجي نعمل ليفلنج البيشنت لازم يكون يا نايم فلات او من 0 ل 60 اللي هو نوم. اذا تغير مثلا كان 0 لما عملنا ليفلنج بعدين البيشنت قال ارفعوا لي ظهري خليناه 45 شو بنعمل؟ رد نعمل ليفلنج مره ثانيه ماشي. فانت الليفلنج على كل بوزيشن بدك ترد تعمل ليفلنج مره ثانيه عشان نحدد الفليبو ستاتيك بوينت. وبالتالي احنا بنحط طبعا بنحط رسمه بنحط اكس مثلا على صدر البيشنت انه هذا هو الرايت اتريوم. طبعا كيف انا بعرف الرايت اتريوم؟ على الفيف على سوري على الفورث انتركوستال سبيس ميد اكزيلري لاين او الميد تشيست. هون بنحط اكس وهون بتكون الترانسديوسر. هي هون الترانسديوسر علقناه على الاي في سيت على الستاند وطبعا بنلزقه بتيب. خلص هذا هون بكون الليفلنج. البيشنت راح قعد شو بنروح نعمل؟ نعمل ليفلنج مره ثانيه. فلما اذا بيجيك سؤال بالامتحان شو يعني فليبوستاتيك اكسس؟ هو مكان الرايت اتريوم وانا بعرف عن طريق الفورث انتر كوستال سبيس مع الميد بوينت اوف ذا انتيريور بوستيريور تشيست دايميتر. له اسماء ثانيه فليبوستاتيك اكسس، فليبوستاتيك بوينت او زيرو ريفرنس بوينت. قلنا بعد ما نحددها بروح بحط الستوب كوك على مستواه بتاعت الترانسديوسر. عملنا ليفلنج ولزقت الترانسديوسر او الستوب كوك على مستوى الفليبو اكسس او الفليبو ستاتيك اكسس. هسه بدنا نعمل زيروينج. شو يعني زيروينج؟ تصفير. شايفين هون شو احنا بنعمل؟ هاي الاوف. هاي بالحالات الطبيعية هاي بكون السيستم شغال. بدي اعمل زيروينج بخلي الاوف على جهة مين؟ على جهة البيشنت. هون انا بفتح مين؟ بفتح هون طبعا في عندي فتحة بفتح انه الجهاز او الترانسديوسر ياخذ قراءة مين؟ الاتموسفير، قراءة الاتموسفيرك بريشر. هسا قراءة الاتموسفيرك بريشر وين قاعدة بتنعكس؟ على المونيتور. بروح على المونيتور شو بضغط؟ زيرو. اعمل صفر لي. صفرت برد بسكر سوري بروح بسكر برجع بسكر الستوب كوك باتجاه اللي هو الاتموسفير. قلنا الهدف منها اني اصفر قراءه الاتموسفير عشان ما تاثر على قراءه البيشنت. اول شيء بفتح البريشر سيستم تو اتموسفيريك بريشر وبعدين بصفر على المونيتور بعدين برد بسكر الستوب كوك للاتموسفير. هذا هي الزيروينج بتاعت الترانسديوسر. شوفوا لازم تكونوا انت يعني موتيفيتد انكم تشوفوا او يعني انتوا شو يعني انتوا مبادرين في الموضوع. يعني روح على البيشنت اذا بيشنت في عنده سنترال لاين او ارتيريال لاين قول للنيرس انه انا كيف بدي اعمل زيروينج بعلمك. إذا كان في عندنا مشكلة بالليفلينج أو بالزيروينج راح يطلع في عندنا قراءات خاطئة. قلنا هذا البيشنس لما كان فلات حطينا الترانسديوسر على نفس المستوى. إذا كان الترانسديوسر أباف الفليبوستاتيك بوينت يعني حطينا الترانسديوسر مثلا هون وهذا البيشنس هون نايم شو راح يطلع عندنا القراءة؟ طلع قديش في بريشر قليل فراح يطلع عندي لو بريشر ريدنج وتكون هاي القراءه شو مالها؟ فولس. نفترض انه انا حطيت ترانسديوسر هون والبيشنتس هذا الفليبوستاتيك اكسس هون طلع قديش في بريشر؟ اكثر من الطبيعي فراح يطلع في عندي هاي بريشر ريدنجز وهاي نفس الشيء راح تكون فولس بريشر ريدنج. عشان هيك شو لازم نعمل؟ مع كل تغير للبوزيشن لازم اعمل ليفلنج مرة ثانية. في اي سؤال لحد الان؟ خذوا لكم بريك دقيقتين لانه راح نبلش بالارتيريال لاين.
يمكن 9 سلايدات ونخلص. خلصوا اليوم كله؟ لا، الثمان سلايدات مستقلات. Arterial line. Arterial line. من اسمه arterial line معناته الكاثيتر وين راح يكون موجود؟ في artery. عشان أشوف the pressure الموجود في artery خصوصا الماء. فهو بيعطيني continuous monitoring of the systemic arterial blood pressure وهذا the most accurate reading اللي بتكون، لكن مشكلتها انها invasive وcomplication ممكن تطلع. وبعض المرات بستخدمه، أو مش بعض المرات، واحد عنده ABGs كثيرة كل مرة بدي أظل نغص فيه، فبستخدم الarterial line عشان أخذ منه blood samples. Indications: إذا أي patients ماشي، أو مش اي بيشنتس، في معظم البيشنتس بكون ماشيين على فيزو اكتف دراجز زي فازوبريسر انتروبس، بدي اشوف الافكتيفنس تاع تايم ميديكيشن، او اي كاردو فاسكولار انستابيليتي زي حالات الكاردوجينيك شوك، او اذا كان بيشنتس عنده انستابل بلود بريشر زي مثلا بعد كاردك ارست. بعض المرات ممكن يعطوا فيه بعض الميديكيشنز. الكومن سايتس للارتيريال لاين من هو راديال، هذا الموست كومن موست فريكوينت. قبل ما نعمل شو لازم، قبل ما نعمل كاثترايزيشن موديفايد الانتست، اذا ما زبط معنا الراديال ممكن نستخدم البريكيال او الفيمورال. اذا ما زبط معنا اي واحد من هذول، مثلا واحد من مقطعات ايديه ورجليه، ممكن يستخدموا الاكزيلري او الدوسال سبيدس ارتريز. كاروتيد مصيبه جوجلر فين كاروتيد، ولا بيعطي بيرفيوجن لمين؟ ما فيش كولاترال سيركوليشن. الارتري قلنا لازم يكون لارج انف عشان ما يسكر كلياته بسبب هذا الكاثيتر. واذا استخدمنا الراديال شو قلنا لازم نعمل؟ موديفايد الين تيست. موديفايد الين تيست كيف بنعمل؟ انا بالديفايد الين تيست بشيك البيتنسي تاعت الالنر ولا الراديال؟ الالنر بالضبط. فهذا الالنر بجهه الثمب، سوري الراديال بجهه الثمب، والالنر بجهه السمول فينجر. بضغط على مين انا؟ على الراديال، وبخلي الالنر فاتح عشان نشوف البيتنسي تاعت الالنر. بس بالاول قال بالاول احنا نضغط عليهم الاثنين، بخلي البيشنت عامل فيست لمده 5 سكند لحتى يصير لون الايتشو بيل. بعدين انا بظلني ضغط على الراديال وبخلي الالنر فاتح، لازم يرجع الكلر لبينكش او ريد خلال اقل من 10 سكند. هذا الموديفايد الين تيست. اذا كان فيلد شو بعمل؟ بشوف الجهه الثانيه. اذا كان فيلد لا هيك لا، بروح بستخدم البريكيل او مستخدم ارتري ثاني. لا 10 سكند، لا لا لا، خذ الموجود دائما في سايد وكونوا بالسيف سايد. الويف فورم بتاعت الارتيريال لاين، الارتيريال لاين طلعوا على الويف اللي تحت يا جماعه، هاي نسميها سيستوليك شارب ابستروك، وبيظل السيستولي ماشي لحد هون، بعدين بتطلع في عندي زي النوتش. شو يعني زي النوتش؟ شو يعني النوتش؟ زي دقره. نوتش يعني دقره. هاي النوتش بنسميها ديكروتيك نوتش، ديكروتيك نوتش. وشو سببها؟ انه بسكر عندي الاورتيك فالف، اورتيك فالف بسكر. معناته لما يسكر الاورتيك فالف شو بصير عند البيشنتس؟ انه بصير عنده
خلص عندي السيستولي بدي يفتح عندي الدياستولي. فالديكروتيك نوتش represents the closure of the aortic valve and indicates of the ventricular systole and beginning of diastole. معناته السيستولي من هون لعند الديكروتيك نوتش. هاي كليات المرحلة كليات شو؟ سيستولي. وبعدين من عند الديكروتيك نوتش بصير في عندي أنا اللي هو الدياستولي. lowest point of the waveform نسميها diastolic pressure. قديش الدياستولي pressure ممكن من 60 ل 90 والسيستولي من 90 ل 40. كل سيستولي 140 سوري. شايفين المنطقة المظللة اللي هاي كلياتها؟ هاي الماب المنطقة المظللة اللي هون كلياتها هاي المين arterial pressure. إذا ما نيجي طبعا على المونيتور بكون موجود الاي سي جي بكون موجود الارتيريال لاين. هاي الويف ستات الارتيريال لاين زي ما قلنا هذا السيستولي لهون وبعدين في عند الديكروتيك نوتش وبعدين نبلش مرحلة الدياستولي. هاي كليات السيستولي الأصل تيجي مع نفس وقت مين؟ كارس. بس ليش تأخرت؟ لأنه الترانسديوسر تاع الارتيريال لاين بياخذ وقت اكثر لحتى يحول الموجات من فيسيولوجيك لالكتريكال لحتى يعكسها على المونيتور. فتقريبا بتاخذ 0.18 سكند فرقيه. يعني قديش هاي تكون متاخره ورا الكيو ار اس؟ تقريبا 0.18 سكند. هاي مرة ثانية قلنا هذا السيستوليك أبستروك لحتى الديكروتيك نوتش. ها طبعا نسميها الدياستوليك ديكلاين سوري سيستوليك ديكلاين. فكل السيستولي من هون بيظل مستمر لوين؟ لعند الديكروتيك نوتش. الديكروتيك نوتش هذا شو قلنا بيمثل؟ أورتيك فالف كلوجر. والدياستولي من هون لهون هاي كلياتها الدياستولي. بينما السيستولي قلنا من بداية لعند الديكروتيك نوتش. والمنطقة هاي كليات المظللة شو سميناها؟ الماب. البرشر اللي هون في الآخر شو سميناه؟ أو سوري نهاية الدياستولي سميناه إند دياستوليك برشر. وأعلى السيستولي مسميه بيك سيستوليك برشر. الماب كيف بنحسبه؟ ثلثين الدياستولي زائد ثلث السيستولي او سيستولي زائد دياستولي في 2 على 3. كم النورمال؟ 70 ل 105. وهذا شو بيمثل؟ شو بيمثل الماب؟ بيرفيوجن للبادي اورجنز للفايتال اورجنز. بولس بريشر هو ما بين الفرق ما بين السيستوليك والدياستوليك بريشر. وهذا بيعطينا indirect measurement لمين؟ للستروك فوليوم بريشر ما بين السيستولي والدياستولي. شو صفى؟ شو اللي تغير؟ الكونتراكشن. معناته البولس بريشر بيعطيني indirect reflection of the stroke volume. كم النورمال؟ 40 من 30 ل 40. النارو بولس بريشر بتصير في حالات الهايبوفوليميا والهاي بلد الهاي بولس بريشر بتصير في الاورتيك ريجيرجيتيشن اند انكريست اي سي بي. كومبليكيشن تاعت الارتيريال لاين ما انه انفيسيف بروسيجر بخاف من بليدنج اند انفكشن. وكمان ما اني انا حاط كاثيتر ارتري فممكن يسكر ويصير في عندي امبيرد سيركوليشن للاكستريميتي اللي انا حطيت فيها الكاثيتر. بالنسبة للإنفكشن لازم احنا نظلنا نستخدم السيرو تكنيك بالإنسيرشن ولما أستخدم سامبلينج. فلازم نظلنا طبعا محافظين على السيريلتي وظلنا مراقب مونيتورينج ساينز أوف إنفكشن. مثل إيش ساينز أوف إنفكشن؟ ريدنس صير في عنده ديسشارج بس صير في عنده هوتنس في مكان الإنسيرشن. ما أنه هذا أنت بتحكي لي على 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 ارتري فالبيشنت معرض انه يصير في عنده سبسس بشكل سريع. فبدنا نظل مراقبين الوايت بي سيز
مراقبين الـ ESR Clinical Signs Symptoms of Infection. كمان قلنا من الكومبليكيشنز تاعت اي انفيسيف بروسيجر انه ممكن يصير في عنده بليدنج او بلود لوس، فمن نضلنا نشيك على الكونكشنز ما يكون في عنده اي ليكج. نستخدم لور لوك تايب كونكتر. شو نقصد فيها اللور لوك تايب كونكتر؟ اللي هي اللي بتكون فيها يعني مثلا السرنجه اللي بيكون فيها بتنحزق حزق، يعني مش كيف بدي افسر، زي المسننات. ايوه بتيجي مسننات، بتتركب مسننات، هاي بنسميها اللور لوك، يعني مش بسهوله انها بتنفك، هاي بنسميها اللور لوك. ايوه الغير طلعكوا على النت ما انكم قاعدين تطلعوا علي مش فاهمين شيء، يا رب يكون في نت. شايفين رأسية السرنجي هاي فيها زي مسننات، هاي بنسميها اللور لوك. إذا ما كانت فيها مسننات بسموها نان لور لوك، هاي نان لور لوك. فاحنا نستخدم اللور لوك عشان ما يصير في عندي ما تفصل، ما يصير في عندي أي بلود لوس. كمان شو نعمل للإكستريميتي اللي احنا حاطين فيها الكاثيتر؟ نعملها immobilization، نخلي البيشنت يحرك عشان نمنع الكلوت، نخلي بس يحرك أصابعه. بالنسبة للimpaired circulation الإكستريميتي بنظل نعمل monitoring signs symptoms of ischemia مثل ممكن يصير البيشنت cyanosis في الإكستريميتي، تتغير عنده sensation، تصير cool لأنه ما في perfusion، وبالتالي patients ممكن كمان أي إسكيميا يعرفوا إنها painful وصير في عنده pain بالextremity. ها كلياتنا بدنا نشيك عليها كل قديش؟ كل 8 ساعات. إذا صار في عنده أي signs of impaired circulation شو بعمل؟ remove catheter immediately. nursing consideration، قلنا عن blood pressure اللي بتقيس لي اياه arterial line، هذا شو ماله؟ most accurate وهو gold standard. شو يعني نقصد فيه gold standard؟ فيش ادق منه، هو افضل شيء، لكن مشكلته احنا قلنا مشكلة الكومبليكيشن اللي ممكن تصير. الاختلافات اللي بتصير ما بين الانترا arterial blood pressure monitoring والكف بريشر ممكن توصل من 20 ل 60. بالنسبة للسيفتي قلنا sterility، نمنع الcomplications، proper setting and activation of all alarms. إذا patient احنا حاسين انه في clot او مسكر هذا الكاثيتر، بنحاول نسحب نعمل aspirate من الstopcock اللي قريبة من الترانسديوسر اللي بنستخدم منها او بنستخدمها لسحبات الدم، وبنشيل blood clot، وطبعا بعدين بنعمل فلاش. باي فلاش؟ بروح بجيب سرنج وبعمل فلاش؟ لا، بالفلاش سيستم بفتح الستوب كوك على الباك بخليه يعمل فلاش. ما زبط شو بعمل؟ بشيلها بالضبط، بغير او بشيل كل الارتيريال لاين. اذا الارتيريال لاين انا مستخدمه عشان بلود بريشر مونيتورنج، ممنوع اني اعطي اي IV solution او اي medication. اذا كان الهدف منه for pressure monitoring ممنوع استعطي اي medication او IV fluid، خصوصا اذا كان CVP. هو CVP اكثر شيء ممكن ينعطى فيه IV fluids، فممنوع تعطي اي IV fluids اذا كان مشبوك على monitor. في اي سؤال؟ في سؤال عن محاضرة اليوم؟ ممكن تكون بنفرن، ممكن يستخدم بنفرن. ممكن مثلا anesthetic agents ممكن يعطوا، بنفرن إذا بتعمل vasoconstriction أقل من البليدنج. ممكن. الله يعطيكم العافية يا جماعة.